السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في درس النهاردة هنتعلم استخدام there was and there were, there has or have been and there will be. طيب هنبدأ مع بعض كده. في الأول there was and there were، طبعا ده في الباست. احنا خدنا قبل كده في الدرس السابق there is and there are. لما اقول لك there is a train every hour يبقى في قطر كل ساعة، the present simple معناها the time now. مثلا لو بقول لك the time now is 11:50، so there was a train at 11 o'clock. okay there was a train at 11 o'clock. طبعا the past، يعني عايز اقول there was a train at 11 o'clock يعني كان في قطر الساعة كام؟ الساعة 11. هنوضح كل ده في الأمثلة اللي جاية. إذا أنا عايز بس أربط بالدرس السابق، قلنا في الـ present there is أو there are the present simple، يعني أقدر أقول لك مثلا there is a good film on TV tonight، يعني في فيلم حلو أوي في التلفزيون الليلة. We are staying at a very big hotel. There are 550 rooms. Are there any phone messages for me this morning? I'm hungry, but there isn't anything to eat. إذا كل الجملة ده present simple عشان فيها is أو are. يعني أنا في الجملة الأولى لما قلت لك there is a good film on TV tonight قلنا ده present simple. طب ال past منها لا is هتبقى was، فهقول لك there was a good film on TV last night. We are staying at a very big hotel. هنقول لك we stayed، past بهو استخدمت فعل في الباست اللي هو stayed، يبقى هقول we stayed at a very big hotel. كنت بقول there are 550 rooms، لا في الباست يبقى هنقول there were 550 rooms. كنت بقول لك are there any phone messages for me this morning؟ طبعا في الباست هتبقى were there any phone messages for me yesterday؟ I'm hungry but there isn't anything to eat. طبعا لو هخليها باست تبقى I was hungry when I got home but there wasn't anything to eat. يبقى إذا حاضر أقول إن في البريزنت there is and there are، وفي الباست هقول كان يوجد، يعني تبقى there was and there a were. طيب يبقى اذا في الباست بنستخدم was and were. لو هعمل سؤال لو هنفي هتبقى there wasn't او there weren't، ولو هعمل سؤال هتبقى was there او were there. طيب نيجي لسكشن نمبر بي بقى اللي هو there has been and there have been. طبعا ده present perfect، ده مضارع تام بيبين ان في تأثير. يعني لما اقول لك look there has been an accident، طبعا there has been an accident يعني انظر في حادثة، فالحادثة اكيد حصلت بس تأثيرها مازال موجود، في مصابين وفي اصابات وفي يعني وفي لا قدر الله حاجات يعني صعبة حصلت قدامنا. فعشان كده استخدمنا الـ present perfect، ما ينفعش استخدم الـ past simple، لأن أنا لو استخدمت الـ past simple زي ما عرفتكم قبل كده هيبقى مفيش تأثير، لكن هنا ده فيه تأثير، الحادثة حصلت وبالتالي في ناس مجروحين وناس كذا، ففي تأثير، فبستخدم الـ present perfect. فعشان كده قلت look there has been an accident. في مثال تاني this road is very dangerous، there have been many accidents، الطريق ده خطير وبتحصل فيه حوادث كتيرة، فبرضو ليه تأثير، فعشان كده استخدمنا الـ present perfect. طب ايه الفرق ما بين there was، يعني لما اقول لك there was an accident last night، طبعا ده for the past simple، ده كده past simple يعني دي حاجة كده ايه حصلت وخلاص ملهاش تأثير. طب استخدام بقى there will be the future، لما نقول لك do you think there will be a lot of people at the party on Saturday؟ يعني هل تعتقد do you think هل تعتقد there will be a lot of people at the party on Saturday؟ هل تعتقد ان هيكون في ناس كتير في الحفلة يوم السبت؟
فده لسه انا بستخدم there will be للتعبير عن الفيوتشر، حاجه هتحصل في المستقبل. لما اقول لك the manager of the company is leaving so there will be a new manager soon، يعني بقول لك مدير الشركه is leaving، خلاص هيمشي، so there will be a new manager soon، عشان كده هيكون لسه في مدير جديد في المستقبل يعني، فعشان كده استخدمنا there will be. I'm going away tomorrow. I'll do my packing today. طبعا انا هحضر شنطتي النهارده because there won't be time tomorrow، عشان مش هيكون عندي وقت بكره اقعد احضر واجهز نفسي، فانا بحضر من دلوقتي لايه لبكره. فاذا اقدر استخدم there will be للتعبير عن المستقبل، يعني ما اقول لك مثلا there will be rain tomorrow afternoon، هيكون في مطر غدا يعني بعد الظهر، او على حسب يعني انت عايز تقول ايه. نقول مثلا there will be a football match tomorrow، يعني هيكون في مباراة كرة قدم tomorrow. إذا أقدر أستخدم there will be in the future. طيب ألخص الكلام ده كله، هقول إن إحنا في present بنستخدم there is and there are، ولما بننفي تبقى there isn't and there aren't، ولو هعمل سؤال تبقى إيه there and are there. طب في past تبقى there was and there were، طب أنفي there wasn't and there weren't، طب في السؤال تبقى was there أو were there. طيب ممكن كمان نستخدم في مع ال present perfect اللي هو there has been and there have been، ده present perfect حاجة بتكون حصلت بس لها تأثير. لما أقول لك there has been an accident، يعني كان في حادثة، معنى كده بقى ان في مصابين وفي حاجات كتير حصلت. there will be بقى بستخدمها لما اكون هتكلم عن الفيوتشر عن المستقبل، بقول لك هيكون في كذا، طب لو حابب تنفيها اوكي مفيش مشكله. زي ما قلنا، زي مثلا ما قلنا there will be a lot of people at the party on Saturday، هيكون في ناس كتير مثلا في الحفله، هيكون كذا. there will be مثلا there will be a new manager، هيكون في مدير جديد، وهكذا. لو حابب تنفيها تبقى there won't be. أتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا النهاردة، وأشوفكم على خير في اللقاء القادم بإذن الله. باي باي.